بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين في دوال التعامل مع الأعداد، والدالة اللي راح نتكلم عنها هي الدالة راوند، ومن اسمها كده راوند دي وظيفتها إنها بتعمل راوندينج، يعني بترجع أقرب عدد صحيح للعدد اللي احنا راح نمرره ليها مكان البرامترز المختلفة بتوعها. نجي نبص كده على السنتكس بتاعها. السنتكس بتاعها بيكون راوند وبتفتح قوس وليها اتنين بارامتر، البارامتر الاولاني اكس والبارامتر الثاني واي. نفصل كده، البارامتر الاولاني ده اللي هو الاكس، وده بيكون عباره عن، خلينا نكتب بالعربي، العدد اللي احنا عاوزين نقربه، العدد اللي احنا عاوزين نعمل له راوندنج، وطالما في بيكون في تقريب فالعدد ده في الغالب راح يكون فلوت، لان في علامه على الشيء وراح يتم الراوندنج. ده بالنسبه للبارامتر الاولاني بالنسبه للقيمه اكس. طيب بالنسبه للبارامتر الثاني ده بيكون عباره عن، في الاول كده عايزين نقول ان هو اوبشنال، يعني اختياري، ممكن تحطه ممكن ما تحطوش، يعني ممكن تنتهي القوس بالراوند اكس بس. فبالتالي لو انتهى القوس بالراوند اكس بس فده معناه ان القيمه الديفولت بتاعته اتحط فيها صفر. انت عرفت طبعا طالما الديفولت صفر واحنا بنتكلم عن راوندنج، ده بيكون عباره عن ايه، خاص بايه، عدد الخانات اللي راح تكون بعد الفاصلة العشرية، عدد الخانات اللي راح تظهر بعد الفاصلة العشرية. لو ما حطيتش الرقم ده يبقى بالتالي هو هيجرب لأقرب عدد صحيح. تمام كده؟ ماشي، تعالوا نشوف تطبيق للدالة دي. عندي ايه؟ انا عندي رقم فلوت، الرقم ده كان عبارة عن x بيساوي الرقم اللي انت شايفه ده، وبعدين رحت قلت له round x فاصلة 2، يعني انا عايزك تجرب لي الرقم الفلوت ده لاقرب رقمين 20. تعال نشوف كده هو هيحاول يعمل ايه. هعمل rounding ويروح مديني 3.37، دول في الاول كده عددين علشان انا حطيت القيمة 2، والراوندنج عمل ايه؟ بص للتسعة دي لجهة ينفع تتجرب، فراح حاطط لك واحد على الست فبقت 7. شوف كده لو انا حاولت اشيل الاثنين كده ويعمل كنترول اس كلير ونعمل ران مره ثانيه ديباجنج، هتبقى 3، لاني للاسف الثلاثه ما بتجربش الاقرب عدد صحيح، في حين انها لو كانت مثلا 6 وحاولت انا اعمل راوندنج المفروض انه يطلع لك القيمه 4. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.